صباح الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في عدد هذا اليوم من برنامج ذات الصباح، أسعد فيه باستضافة المحلل السياسي الدكتور عبد القادر السوفي. صباح الخير دكتور، شكرا لك على الدعوة. صباح الخير، تحياتي لك ولكل مستمعي إذاعة الوطنية القناة الأولى. دكتور، استعرض الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن بالأمس خطة حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني التي تضمن آفاق الاقتصاد الجزائري، والذي توقع تحقيق نسب نمو في عديد القطاعات المستهدفة لرفع من مؤشرات التنمية وتحسين ظروف حياة معيشة المواطنين. ما هي الأسباب التي تجعل اقتصادنا سريع التعافي؟ في الحقيقة دعيني أولا أن نثمن مخطط الحكومة الذي جاء بناء على أولا التزامات سيد رئيس الجمهورية، لكن تصورات على المستوى المحلي سواء كان من خلال رفع انشغالات المواطنين أو الجدل الذي كان قائما بين الأكاديميين حول طبيعة التحول الاقتصادي الذي من شأنه أن يبعد التبعية عن الريع البترولي، ولكن أيضا يتماشى طبيعة المنحنى الذي تسعى إلى أن تكونه الجزائر، أي القوة الإقليمية الأولى في المنطقة المتوسط ومنطقة شمال إفريقيا وإفريقيا، لا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا وكبت مجموعة من العوامل المتأتية التي تمكن من هذا هذه المكانة، ألا وهي البعد الاقتصادي الذي يحقق أولا السيادة في سيادة القرار وصناعة القرار على الجهة، هذا ما لمسناه في الجزائر، لكن أيضا التوجه الثقافي والبعد الحضاري، بالإضافة إلى تمكين المورد البشري من لعب دور كبير، والخروج من مفهوم تصدير المورد الخام إلى تصدير العمل. هذا ما يمكن أن ربما نفصل فيه في حديثنا هذا. الوزير الأول، مخطط عمل حكومته الذي قدمه قلنا أنه جاء شامل لمختلف مناحي الحياة، في مقدمتها تعزيز الحقوق والحريات وأخلاقات الحياة العامة، وأيضا تعزيز احترام حقوق الإنسان، هي بنود متضمنة في الدستور أصلا ومصانة ومحترمة عن طريق عديد الآليات القوانين في الجزائر. ولكن التركيز عليها دكتور من جديد في مخطط عمل الحكومة هو تأكيد على أن الجزائر بلد الحقوق وحقوق الإنسان والحريات بامتياز. أنا لا أظن أننا يمكن أن نتحدث عن الجزائر الجديدة دون لا بيير أنغولير أو حجر الأساس لبناء دولة ذات ثوابت وذات قيم إلا من خلال إعطاء المكانة التي يجب أن تكون لمفهوم الحقوق، بحيث أن العقد الاجتماعي الذي يربط الحاكم بالمحكوم يقوم على أساس تبادل الأدوار، بحيث أن المواطن يلتزم بدوره كمواطن في الإطار العام، فيما أن الدولة تلتزم بتحقيق كل الوسائل التي تمكن المواطن من ممارسة حقوقه وحرياته كما هي وكما ينص عليها الدستور الجديد. نعم، الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن قال إن مخطط العمل سيتم تجسيده من خلال تبني أوراق طريق قطاعية تعدها كل دائرة وزارية، وستتكفل أيضا كل منها بتحديد النشاطات والأهداف المنتظرة من كل نشاط والأجال المتوقعة للتنفيذ. هل يفهم من ذلك دكتور أن الحكومة قررت تصفية كل التراكمات السلبية والتي لا تتناسب البرنامج الطموح للسيد الرئيس الجمهوري السيد عبد المجيد تبون في بناء دولة قوية حقيقة؟ لقد لمست بناء استشرافي مزج ما بين الاستشراف الأمريكي والاستشراف الفرنسي، حيث أنه في نفس الوقت على قدر ما يكون الرئيس هو جزء من العملية عملية الاستشراف، على قدر ما يكون هناك أيضا تداخل الثينك تانك أو مراكز التفكير في إعداد ومساهمة في وبناء الاستراتيجية المستقبلية بناء على مجموعة من المعطيات، أولا الجرد الحقيقي لكل الموارد المادية والمالية والبشرية من ناحية، أيضا المعلومات أو المعلومة الاستراتيجية والتوجهات الحديثة، وبناء على هذا ربما رأينا أن الحكومة وضعت كل مؤسسة عمومية أمام مسؤولياتها بناء على
بعدين اثنين، البعد الإمبريقي أو البعد التجريبي الذي تحققته هذه المؤسسات من خلال الممارسة في الميدان ودرايتها بالقطاع، لكن أيضا دخول البعد الأكاديمي أو الجانب الأكاديمي في تأطير، في ربما تشريح أيضا وتفكيك كل المعطيات التي من شأنها أن تعطي الإضافة لهذه المؤسسات. يبقى أنه أيضا هذه النسقية التي نتحدث من خلال عمل أفقي بحيث أنه كل مؤسسة سوف تعمل على حدة، لكن أظن أنه هناك عمل اشتراكي اندماجي الذي يحقق هذه الاستراتيجية المستقبلية على المستوى أولا الوحدات الإقليمية المحلية، أين تلتقي كل مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجية شاملة سواء كان على مستوى البلديات أو على مستوى الولايات. شكرا لك على هذه القراءة النوعية والطيبة والعميقة دكتور. بالنسبة للحكومة أيضا في إطار تحديد المسؤوليات مثل ما تفضلتم، تعهدت بوضع آليات للمتابعة وتقييم التنفيذ بصفة دورية ودائمة وفق مؤشرات كمية دقيقة، كيف يمكن ضمان تنزيل السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المتوخاة؟ هذا ما كنا نتحدث عنه في الحقيقة في البناء الاستشرافي، كل مرحلة تقوم يكون فيها تقييم لمدى تحقيق أو الإنجازات التي تحققت، لكن أيضا دراسة العقبات، دراسة العقبات وكيف يمكن بطرق مرنة تجاوزها والوصول إلى المبتغى الحقيقي. لكن أيضا ما وقفنا عليه أنه ربما قد تطرحينه كسؤال لاحقا في مفهوم الحوكمة وإعطاء الأولوية للموارد البشرية على مستوى كل المؤسسات من حيث النزاهة والكفاءة، يعني هو استباق، عمل استباقي لأن المشكلة ليس مشكلة تسيير أو أزمة مالية أو تسيير أو نقص إمكانيات بقدر ما هو مشكل في الحوكمة. طبيعة الحال، لأنه بالذهاب إلى الحوكمة هنا الحكومة قررت أنها تقوم بعملية غربلة على مستوى كل المؤسسات، بحيث أنه سواء كانوا أذناب العصابة السابقة أو نظام الحكم السابق التي لا تزال تعطل عمل الحكومة وسوف تقع أمام ربما أحيانا بعض المعضلات التي قد تسببها أصحاب المال الفاسد أو الأطراف الضالعة في العمل المشترك والمتواجدة داخل مؤسسات الدولة ويعلمها العام والخاص. وربما أنا أتصور أنه الفكرة الحكومة تذهب على مدى معين قصير أو متوسط من حيث حلحلة وتصفية المؤسسات من كل البارازيت أو العواقب أيضا أو العواقب التي من شأنها أن تعطل عمل الحكومة. بما أن العمل في قراءة المشروع قوي ومتكامل مس كل الجوانب وأعطى أبعاد جديدة لمفهوم حتى الاقتصاد الجزائري والبدائل الكثيرة التي تسخر بها الجزائر والتي يمكن تحقيقها سواء على المستوى أولا المحلي الداخلي في إنتاج العمل أو فيما يخص إمكانات التسويق بالموازات مع تطوير القطاع المصرفي والمالي. نعم، مخطط عمل الحكومة قدم رؤية واضحة حول ما الأهداف التي حددتها الجزائر من خلال عديد القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها والتي تستهدف دفع وتيرة الاستثمار من خلال تطوير الإطار القانوني، إنشاء البنوك بصفة آلية 30 بالمعدل 30 بنك سنويا، تطوير أيضا أنظمة الدفع لتصبح الجزائر قوة اقتصادية أولى في شمال إفريقيا. هل هذه القرارات من شأنها أن تكمل الحلقة لنصبح الأقوى اقتصاديا باعتبارنا الأقوى دبلوماسيا والأقوى عسكريا والأقوى سياسيا؟ هي بالنظر إلى المشروع الذي طرحته الحكومة والتي يتبناه المجلس الشعبي الوطني هو بحد ذاته
خارطة الطريق بالنسبة للمستثمر الأجنبي، بمعنى أنه يعطي دي غارونتي للاستثمار المباشر، والذي جمع ما بين مناطق الاستثمار أو نطاقات الاستثمار من جهة، ومن جهة أخرى ربما حتى في حد النظر في القوانين العضوية والتي لا يمكن تغييرها لأكثر من 10 سنوات، تجعل مناخ الاستثمار مناسب ومواتي بالنسبة لكل المستثمرين الأجانب وحتى الوطنيين، من أجل الانغماس في عملية التطوير الاقتصادي. وربما هذا يمثل أهم شيء أو الشيء الجوهري فيما جاء في مشروع الحكومة، خاصة أنه مس جوانب جديدة على غرار الصناعة السينمائية، على غرار الصناعة أو الصيد البحري والصناعة التحويلية، أيضا بما يخص القطاع السياحي الذي أبنى على ربما تصورات جديدة وتوجهات جديدة من حيث تسهيلات سواء كان المتعاملين في الجزائر أو خارج الجزائر، وفتح أكثر أفق بالنسبة لتطوير هذا المجال، هذا المجال الذي يجمع ما بين القطاع السياحي والتطوير الاجتماعي من مشاركة المواطن أيضا في هذا المجال بنوعين، سواء كان من حيث الإيواء أو من حيث الصناعات التقليدية المحلية. نعم، كما تفضلتم أنه خلق البيئة الجذابة للاستثمار هو عصب التنمية وهو حجر الأساس في مخطط عمل الحكومة. ينتظر أن تحصل الجزائر على استثمارات سواء داخلية أو خارجية ضخمة على ضوء الإصلاحات التي بشرتها الحكومة تنفيذا لخارطة طريق رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أو برنامجه الكبير. كيف ستسهم هذه الاستثمارات في تحفيز هذه القرارات في تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل؟ أولا ربما هذه المجالات أو هذه القطاعات التي هي قطاعات استثمار مفتوحة أسيال وفيخ، التي فيها مجالات تطوير كبيرة وكثيرة جدا، وهي بدائل قوية من شأنها أن تخلق الكثير والكثير من فرص العمل بالنسبة للشباب البطالين وغير ذلك، علما أنه ربما حتى قطاع السياحة تعتبر الجزائر وجهة أديكوفرير بالنسبة للسواح غير مهتلكة مقارنة ربما بدول الجوار. ثانيا المناطق التي تسخر بها الجزائر وكل واحدة منها عندها إمكانات تطوير تشبيك أو ان سيركوي بلوتو دي سيركوي دو توريزم اللي يحقوا الكثير والكثير من الأرباح للجزائر وتكون بدائل قوية، بدائل قوية من حيث إنتاج الثروة، وبدائل قوية من حيث امتصاص البطالة، علما أنه المناطق الجنوبية لها كل منطقة ولها خاصيتها، المناطق الشمالية أيضا سواء كانت الجبلية أو الوجهات البحرية أو الأثرية أو التاريخية، ولذلك هذا قطاع من شأنه أنه يعطي قدرات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك قطاع الفلاحة والصناعة التحويلية الغذائية، شفنا كيف في مرحلة الوباء أن الجزائر استطاعت أن تحقق اكتفاء ذاتي في مرحلة جد صعبة وعويصة، وربما إذا أخذنا مثال على منطقة الوادي التي حققت طفرة كبيرة وما يقارب 12 مليار على الأقل دينار من الإنتاج، هذه المنطقة تمثل جزء صغير من تراب كبير أو من وطن كبير الذي يمكن أنه يطور ليس فقط الأمن الغذائي المحلي، لكن أيضا يمكن أن يطور اقتصاد في هذا المجال النوعي تنافسي من شأنه أن يدخل الأسواق العالمية خاصة الإفريقية. بالنسبة لما تفضلتم، السوق الجزائرية هي سوق محفزة للاستثمار لرأس المال الأجنبي وهي سوق مغرية بالفعل. هناك أيضا عوامل تفضيلية تمتع بها ربما كثيرا على غرار الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الاستقرار الداخلي الأمني، أيضا المورد البشري، الكفاءات. كيف يمكن استغلال هذه الامتيازات التي هي محل تمني ربما حتى في على مستوى نقول على مستوى جيراننا فقط؟ لا، انا اظن انه الحكومه الحاليه لها على الاقل
الوعي الكامل بأهمية التحديات المقبلة وبناء الاستراتيجية. لكن بالحديث عن الكفاءات أيضا يمكن الحديث عن كيفية تصدير الكفاءات عوضا أنها تهدر عبر قوارب الموت. وممكن أنه نحن لدينا الإنتاج الكبير من حيث الأطباء المهندسين خريجي المعهد التكوين المهني التي يمكن أن تستغلهم الجزائر في أطر معينة تبادلية مع دول جوار دول أخرى، حيث يمكن أن تبعثهم في إطار بعثات دو كوبيراسيون أين يمكن لهؤلاء أن يمارسوا مهنهم من جهة، لكن أيضا يكتسبوا خبرات ويمثلون مداخل جديدة لأنفسهم وللدولة الجزائرية. هذه إمكانات كبيرة إذا في الموارد، ليس المورد الطبيعي وفقط بل حتى المورد البشري هو مورد من شأنه أن يأتي أكله وبثمار الجهد الذي المادي والمالي التي صرفته الدولة الجزائرية من أجل تكوينه. لدينا الكثير من خريجي الجامعات، من خريجي المعاهد التكوين المهني، من أصحاب الأفكار ربما حتى في إطار المؤسسات الصغيرة أو تصورات أخرى يمكن استغلال هذه الموارد في شتى المجالات من طبيعة الحال، كل في اختصاصه وأحيانا حتى في طبيعة الفكرة التي يمكن أن ينتجها خارج التخصص، لأن الفكرة لا يجب قتلها بل يجب العناية بها، مثل الجنين أو المولود الجديد يكون صغير ولكن كلما اعتنينا به كلما أعطيناه القدرة أنه يصبح قابل لفعل الشيء. هذا ما الوزير الأول ركز على نقطة مهمة أيضا خلال مداخلته، وهي أهمية العمل المشترك بإخلاص في سبيل بلوغ الأهداف، على اعتبار أنه لن يمكن تحقيق الأهداف إذا لم تكون هناك تضافر للجهود. أهمية تثمين الآن الكفاءات وتثمين الموارد لتحقيق كل هذا الاستقطاب. أظن أنه أهم شيء جاء في هذا الموضوع أولا الذهاب إلى إعادة النظر في القوانين العضوية المحلية، بحيث أنه نقطة التحول أو نقطة الالتقاء الحقيقية ما بين الحاكم والمحكوم تكون على مستوى المحلي، ولذلك كلما كان الأداء على المستوى المحلي قوي كلما كانت بناء أو كلما كان هناك بناء ثقة قوي ما بين المواطن والدولة من خلال المرفق العمومي. هناك تصحيح للمسار يعني. هناك تصحيح للمسار وهناك أيضا التنمية من الأسفل نحو الأعلى، ليس تنزيل القرارات من لا، هو التقرب من المواطن وإعطاء ربما أكثر استقلالية في التعامل مع الخصوصية المحلية ومع المواطن، بحيث في كل مرة الحالات الاستثنائية تنتج أسئلة جديدة يجب الإجابة عليها بسرعة وبدقة و أيضا ببعد عقلاني عادل. ولذلك ربما إعادة تصحيح المسار الذي يمكن المواطن أنه يلعب دوره هو الآخر كمواطن بالحس المواطنة، يساهم في التكامل بين الدولة والمواطن، العمل التشاركي أو الديمقراطية التشاركية. أيضا لا يسمح المواطن سواء على في مجال فردي أو جماعي من خلال النوادي أو الجمعيات أو حلقة مهمة في التنفيذ، نعم طبيعة الحال. طبيعة الحال هنا نوصل إلى العمل الحقيقي أو الآلية، الماشين ويلي دانيتا متكونة من كل أجزائه سواء كان المواطن أو المرافق العامة أو المؤسسات المركزية ومؤسسات عدم التركيز في تحقيق هذه الطفرة التي ديناميكية على كافة المستويات. نعم، هناك تحولات دكتور عبد القادر صوفي جيوسياسية في العالم لما بعد كورونا، الآن هناك عودة قوية للدبلوماسية على مستوانا في المقابل، تفعيل قوي أيضا للدبلوماسية الاقتصادية، تعاظم دور الجزائر باعتبارها بلد رائد في إفريقيا بكل المقاييس وشريك موثوق فيه بالنسبة للأجانب، وخاصة من يمتلكون حلقات الربط كبريات الدول. كيف يمكن أن نستفيد من كل هذا الزخم؟
في تطوير اقتصادنا؟ في الحقيقة الأزمات، مش الأزمة، الأزمات التي مست العالم، الأزمة المالية، الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، كلها جاءت على العالم ولكن أيضا على الجزائر. أقول من حسن حظنا أننا في هذه التجربة شعرنا بشيئين، أنه أولا الخطر المداهم الذي قد ينجم عن هذه التحولات أو عن هذه الأزمات، لكن شعرنا أيضا وهو أهم شيء أننا يجب أن تكون لدينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، على تحقيق الأمن المحلي الوطني بعيدا عن كل المساومات الخارجية والتبعية الخارجية. الأزمة الصحية جعلت المواطن الجزائري والدولة الجزائرية تدرك قيمة المورد البشري الجزائري الذي له إمكانات كبيرة. أيضا جعلتنا نشعر أنه نحن لا نعيش في بيئة صديقة، خاصة على الجوانب الحدود الغربية، أين وجدنا في نهاية المطاف جار للسوء، عوضا أننا كنا نظن أن جارنا أخ أكثر منه الصديق. أبانت على التهديدات الجديدة اللاتماثلية على الحدود الجزائرية، لكن ربما قوة القرار السياسي في الجزائر جعلت الدبلوماسية الجزائرية تنتشر عبر العالم وتؤكد على مواقف الجزائر الثابتة، التي هي في نفس الوقت على قدر ما هي قاطرة بالنسبة للقارة الإفريقية، للدول العربية، للدول التي تبحث عن التحرر، لحركة عدم الانحياز، على قدر ما هي تصبح في مواجهة مباشرة مع أعداء الدول التي تحافظ على توازن الدولي وعلى القيم الإنسانية وعلى قيم الإنسان، الشيء الذي لا نراه في ربما في الغرب. وشاهدنا كيف هذه أخيرا الأزمات المتتالية الاقتصادية والاجتماعية أثرت وبشكل رهيب على الداخل بالنسبة لدولة المخزن، والتي في نظري تحاول بشتى الوسائل التغطية على المساوئها في التسيير الداخلي وعلى هذا العجز والمأزق الأمني من خلال تصورات أو تزييف الحقائق واستعمال فواعل معادية للجزائر على حدودنا الجنوبية. من جهة أخرى، هذا التحرك بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية يدخل في إطار أولاً مبدأ الشراكة الاستراتيجية مع الدول الصديقة والدول الشقيقة في بناء شراكات رابح، بحث عن أسواق جديدة خاصة في الاتجاه الجنوب، وبناء شراكات استراتيجية بتصورات جديدة مع فواعل إقليمية ودولية كبيرة، على غرار مشروع الطريق والحزام، طريق الحرير، على غرار الاستراتيجية المركزية في المبنية مع روسيا، وأيضا مع دولة مثل تركيا وحتى دول أخرى، ما يجعل هنا الجزائر في قلب المنطقة المتوسطية والإفريقية كفاعل إقليمي حقيقي من حيث التحولات الاقتصادية الجيوستراتيجية، ولكن حتى الصلبة. أتوقف من أخذ منك مصطلح الصلبة. الآن الجزائر هي الآن تقف فعلا على أرض صلبة، تمتلك سيادة في القرار مثل ما تفضلتم، هناك رؤية لتطوير الاقتصاد بعد الحركية التجارية، تطوير عديد القطاعات، التوجه نحو إفريقيا بقوة. على الجانب من هذا، مخطط عمل الحكومة أفرد حيزا هاما للجوانب الاجتماعية للدولة من خلال عديد البرامج، برامج السكنية، استحداث منحة البطالة، على ما يدل ذلك؟ لا، هي في الحقيقة حتى التصورات الاقتصادية من شأنها أنها إنتاج الثروة وتمكين التنمية الحقيقية، سواء كان على المستوى الوطني أو المحلي، هذا ما من شأنه أن يعزز قدرات الدولة في تطوير البعد الاجتماعي، سواء من التركيز على البعد الصحي
أو الاجتماعي من خلال توفير العمل، توفير السكنات، وحتى أخذ بعين الاعتبار الأفراد الذين لم يستطيعوا أن يكون لهم منصب شغل أن تتكفل بهم الدولة حتى يسيبوا العمل من خلال قرار منحة البطالة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر صوفي المحلل السياسي على كل هذه الإطراءات القيمة، سعدنا كثيرا بالحديث إليك. أنا الذي أشكركم على الدعوة دائما. شكرا جزيلا، مستمعينا إلى اللقاء.